السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقدم لكم أفضل موقع رخيص لمن يريد يعني السفر من بلد إلى بلد، أو يريد يعني أن يقوم بحجز بعض الفنادق أو بعض الأماكن بأثمنة رخيصة جدا. هذا الموقع أنصحكم به، موقع معروف موثوق. أوكي، ستجدون الرابط في أسفل الفيديو، قم بالضغط عليه وتسجل في الموقع، ضروري جدا، لأنك حتى وإذا قمت بحجز تذكرة ستجدها فقط في موقعك أو على الجيميل الذي تسجلت به. أوكي جيد، هنا في السيس، هنا في هذا المكان، في أي مكان تريد أن تذهب إليه يعني، وأن تقوم يعني فقط يعني أنك الآن ذهبت إلى أمريكا، فهنا تقوم بعمل أريد مكان. نحن نتكلم فقط في المغرب، لكي مثلا مراكش، أريد أن أكون في هذه المدينة، أريد أن أعرف المكان الذي سأنام فيه أو المكان الذي سأقوم بحجزه كفندق إلى غير ذلك، كثير من الأشياء، وتقوم بالبحث عليه. هنا كم من شخص، البالغين واحد او اثنين، الاطفال الى غير ذلك، يعني هنا في المكان خاص فقط بحجز فندق. اوكي، هنا الفلايت هو انك تريد ان تقوم بالسفر من بلد الى بلد، مثلا انت في امريكا نيويورك، مثلا تقوم هنا بكتابة نيويورك في امريكا. هنا في اي بلد تريد ان تذهب، المغرب، مروكو، كازابلانكا. اوكي، هنا اختار ايكونومي لكي يعطيك الأثمنة الرخيصة، وأنت تختار يعني الثمن الرخيص لكي تقوم بحجز التذكرة. هنا يعني في أي شهر تريد أن تسافر، أريد أن أنوه، فالشهور التي تكون دائما يعني، مثلا نحن الآن في شهر 5، أريد أن أقوم بحجز التذكرة في شهر 7، فيكون الثمن رخيص جدا، عكس أنك تقوم بحجزها في تلك اليوم، يكون الثمن يعني مرتفع، ونحن نعرف في الصيف يعني أثمنة مرتفعة. أوكي، من 1 إلى 30، يعني هذا يعني الآلي والروتور، يعني الإياب والذهاب. أوكي، الذهاب والإياب عفوا. أوكي، هنا الآن هو يقوم بالبحث عن الطائرة التي ستذهب في 1 أغسطس، ونقوم بالرجوع في سبتمبر 30، أي تذكرتين. أوكي، هنا يعطينا أثمنة، كما تشاهد يعني أثمنة في المتناول، يعني راه أمريكا يعني راه بلد يعني بعيد جدا عن المغرب، 920 كما تشاهد، 998، يعني كلما نزلت إلى الأسفل تجد أثمنة. المهم في الأول يعطينا الأثمنة، هنا تختار برايس لكي يعطيك يعني الأثمنة اللي هي الرخيصة أولا، بعدها ينتقل بك إلى الأثمنة المرتفعة، وهنا تختار يعني شاهد هنا 853، يعني في هذا الوقت تقوم بالضغط عليه وتقوم يعني بحجز التذكرة، تذكرتين يعني تذكرة الذهاب والإياب كما نشاهد، بهذا الثمن اللي هو 8000 درهم، 800 دولار كما شاهد، 8500 درهم كما تشاهد، يعني أثمنة يعني جيدة. كما قلت لكم يعني أمريكا وليس أوروبا، وأما أوروبا فيكون أثمنة يعني رخيصة مقارنة بالدول البعيدة. اوكي، هنا تختار في اي بلد، هنا تختار الطائرة التي تريد، يعني انت هنا رويال اير ماروك كما نشاهد، مثلا انت تريد فقط ان تسافر فيها، فهي بهذه الاثمنة اللي هي موجودة حاليا، وتختار هنا اي طائرة تريد، هناك الكثير من الطائرات، طبيعة الحال دائما الطائرة المغربية تكون مرتفعة، لا اعرف لماذا، المهم ولكن يمكنك ان تختار اي طائرة تريد أن تسافر فيها، وتأخذ يعني التذكرة وتقوم بالدفع عن طريق فيزا أو ماستر كارد أو باي بال، يعني جميع المدفوعات فهم يقبلونها في هذا الموقع اللي هو معروف وموثوق، لا تخف منه، الكثير من الناس يعني تسافر به، وأنصح يعني أحببت أن أشاركه معكم لمن يريد يعني السفر. هنا الكارز، أيضا السيارات، يمكنك أن تقوم بحجز سيارة خاصة بك، هنا أيضا تختار المدينة، باكيج أيضا يعني الحقائب التي كم تزن إلى غير ذلك، كم ستقوم بالدفع عليها، يعني الموقع سأترك لكم في أسفل الفيديو أو في أسفل التعليقات، اكتشف أنت المزيد. وهنا يعطيك أيضا من عنده بعض الأماكن التي يمكنك أن تقوم بزيارتها وبأثمنة، يعني في يعني ماذا سأقول لكم، أثمنة يعني لا بأس بها. أوكي، هذا في الأمر، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة ونشر المعرفة، وكذلك اشترك في قناتنا قلعة الشروح لكي تتوصل بكل جديد، لأني سأضع الكثير من الفيديوهات حول هذه المواقع. دمتم في أمان الله.